أشرف باشا رجل غامض، بتصدق إنه فاجأني لما قال لي إنه جودة من المقاومين؟ عن جد؟ يا فوز، في غيرنا بيعرف بهالشي كمان؟ الممرضة عزيزة. عزيزة ما أنا مشكلة يا فوز، تعال خليني عانقك. تعال، بكرة كل شي رح ينتهي. أول مرة منكون قريبين من الحرية لهالدرجة. بس ما رح تقدر تشوف هالفرحة لأنه الله يرحمك.